احد الاخوة يسأل اذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين واردت ان اكفر عما عليه كله هل يجوز ان ادفع عن كل دين صاع من الرز على مسكين واحد يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد وهل يدفع على السائلين اذا لم يوجد غيرهم وهل يدفع على الرجل واولاده كل واحد منهم له صاع حول هذا المضمون تقريبا يعني لان الخط غير واضح هذا سؤال مجمل كيف الدين ما يؤدى عنه اصوات الدين يؤدى لاهله هذا السؤال ما لا وضحه صاحبه الدين اذا كان نقود يعطى اهله النقود من الذهب والفضه والاوراق اذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لاهله السبب إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله هذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه في الزكوات والكفارات كان كفارة بذمة كفارة نهار وكفارة الوقت في رمضان وأجل عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة بكل مسكين نصف صاع يكفي كل واحد له نصف صاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته في الرهان لزوجته وتحريم لها او وطئ في رمضان فانه يعتق رغبه فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم 60 مسكينا 30 صاع من قوت البلد كل صاع بين اثنين هذا محل الاصواع وهكذا لو اخر صيام رمضان بغير عله فلم يقضه حتى جاء رمضان اخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين زياده مع قضاء نصف صاع عن كل يوم يجمعها ويعطيها مسكينا واحدا والسائلون يعطون من الزكاه هم من الفقراء السائلون يأكلون يقومون يسألون الناس ويزعمون انهم فقراء يعطون من الزكاه والكفارات لانهم اهلها داخلون في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الا اذا علمت ان هذا السائل كذاب وانه غني تنكر عليه وتقول لا تغني لك ليس لك السؤال وانت غني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سأل الناس أمواله تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستحل ولا يتكثر فإنما يسأل نارا لهم رواه مسلم الصحيح ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه متعة أحد متفق عليه فإذا كان يسأل وأن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه وأنكر عليه وهذا حرام عليك لا يجوز له قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم لأن السائل مجهول أو المعروف الذي يعرف أنه فقير والسائلون ثلاثة أقسام قسم يعرف أنه فقير فيعطى قسم لا يعرف فيعطى القسم الثالث معروف لأنه غني لا يعرف لأنه ظالم لنفسه غني لا يستحق الزكاة ولا يجوز السؤال أما السائل الفقير والسائل المجهول من زاد وقد تراه حاله فانك تعطي من الزكاه من غيرها لان الظاهره انه فقير والله قال وفي اموال الحق المعلوم السائل المحمود قال بعض اهل العلم ان الحق المعلوم هو الزكاه وقال اخرون انه ربع غير الزكاه زائد ربع منه واحسان منه الى الفقراء والمحاويج والسائلين والمحمود هو الفقير الذي حرم المال نعم.